احنا فرصتنا في رمضان لانه عندنا الوقت قصير، فترة الصيام اطول من فترة الفطور، فاحنا نقدر احنا نضبط جدولنا الغذائي وبحيث ناكل كل حاجة نبغاها. ولكن هي الناس شريها في الاكل، ليش؟ لانه تكون مشتاقة للاكل اللي ما تعودت تاكله الا موجود في رمضان. احنا لو تعودنا نسوي طول السنة فما حتشتاقي له بهالشوق. في نفس الوقت نوعية الاكل صارت كلها دسمة دهون، فاحنا لازم نبدا نحسب كم الكميات اللي ناكل منها. الناس تقول ابغى اكل سمبوسة وابغى اكل قيمات وابغى اكل جبنية وابغى اكل شوربة ومكرونة وكل حاجة، احنا ما نقول ما في شيء ممنوع، كل حاجة مسموحة، ولكن ناخذها بكميات بسيطة، كميات محسوبة. اذا قدرنا نحسبها صح حيكون فرصة إنه نحصل على وزن مثالي، على جسم مثالي، يكون فرصة حتى إنه إحنا نمارس كل أنشطتنا الرياضية والعبادات بأريحية أكثر وبخفة أكثر. الوزن المثالي مو صعب إن الواحد ينزله، أنتي لازم تكوني عاملة خطة من قبل رمضان إيش الأشياء اللي حتسويها في رمضان، بحيث إنك أنتي كم من الوزن ينزل، كم من الرياضة اللي تقدر تسويها، بحيث إنه ينشد الجسم وتوصل للوزن المطلوب.